الطبيعي جدا ان احنا نلاقي في رجال الابراج او في الرجال عامة من هو يلتزم بوعوده ومن هو يعني بين البينين ومتردد ومن هو يعد كأن لم يعد، يعني يدينا الوعد وتاني يوم نيجي نفكره بيقول لك وانا قلت حاجة وانا وعدتك بحاجة، انت بتتكلم جد؟ مش ده طبيعي وبيحصل في الحياة ولا احنا بنقول اي كلام؟ هو ده بقى موضوع حلقتنا النهاردة. كل رجال الأبراج من ال 12 للمركز الأول هنتعرف عليهم في حلقة النهاردة، يلا بينا. اهلا بيكم، وحشتوني جدا، برحب بيكم سريعا وبقول للجديد كالعاده عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه محمد ابو زيد على اليوتيوب والفيسبوك يشترك ويضغط على الجرس اللي جنب كلمه اشتراك ويختار الكل ده عشان الحلقات توصل له وما تروحش عليه، ودوسوا لايك طلب المعتاد عشان نوصل حلقتنا لاكبر قدر من الناس. وتعالوا بقى كده نبتدي بالمركز ال 12، كل ما نطلع لفوق هناخد رجل من رجال الابراج اقل التزاما بوعوده من اللي قبله، وهنتعرف على الاسباب واحنا بناخد رجل رجل كده. توقعوا ذكائكم حاد جدا في المواضيع اللي زي دي، وحد اذكى شويه يتوقع مين هيجي معانا في المركز الاول. في المركز ال 12 هو رجل برج الثور. اي نعم ممكن يعد في بعض المرات ويخلف، ده طبيعي، ولكن مقارنه بكل رجال الابراج هو اكثرهم التزاما بوعده. اذا قال ووعد هيتشقلب، هيعمل كل حاجة عشان يبقى قد الوعد ده وينفذه. وإن كنت تعرضت في حياتك لرجل طور لا ينفذ وعوده، خلينا نقولك إن دي استثناء القاعدة اللي لا تخلو منه الحياة، والطبيعي جدا. أعلى منه أخوه الطبيعة الترابية لازم تقول كلمتها في حلقة زي حلقة النهاردة، رجل برج الجدي الترابي. لا ده دغري، رجل برج الجدي دغري زي رجل برج الطور، والاتنين ما يعجبهمش الحال المايل ويحس كده ان هو قليل قدام نفسه اذا وعد وعد وما نفذوش، حتى لو شايف ان هو الوعد ده صعب عليه ينفذه، بس ما دام وعد صدقيني كلام للانثى في المقام الاول هيحاول ان هو ينفذ الوعد ده على قد ما يقدر. نعلى كمان مركز عشان ننتهي من الابراج الترابية تماما حينما نصطدم برجل برج العذراء، وفي فرق كبير قوي ما بين رجل العذراء ورجل الطور والجدي، في فرق كبير قوي بينهم، ولكن مقارنة برجال الابراج هيجي معانا في المركز العاشر. هي الابراج الترابية عامة ابراج ثابتة الطباع وثابتة المبادئ، واقل الابراج رجل او امرأة عامة اللي ممكن تغير ثوابتها او قناعتها، عشان كده بتلاقي راسهم زلطة والعند عندهم اوفر زيادة عن اللزوم. على كمان مركز وناخد رجل بيلتزم بوعده ولكن اقل شوية من الرجال اللي سبقته، رجل برج العقرب المائي اللي بيجي في المركز التاسع. يعتبر من الابراج اللي لو وعدت مقارنة بغيرها من رجال الابراج هتوفي، هتلتزم صراحة رغم كل اللي انت ممكن تعرفه عن رجل برج العقرب، انه ممكن بيلف ويدور شوية مش دايركت في احيان كتير، ولكن اذا وعد مع الحبيبة اللي هو بيحبها بجد لا الدوري بنسبة كبيرة ممكن ان هو يلتزم بوعده. احنا في منطقة وسطى لسه ما دخلناش في الرجال اللي هي بتخلف وعودها قوي، عشان نلتقي في المركز الثامن برجل برج الحمل الناري. نقدر نقول ان هو بين البنين، يعني ممكن يوعد مرة يوفي ومرة ان هو ينسى. انا رجل برج الحمل وبقول لكم كده، الموضوع عنده يعني لا هو عالي قوي ولا هو قاع قوي. ايوه رجل برج الحمل من الرجال اللي احنا نقدر نقول عليها في منطقة وسط. نعلى كمان مركز عشان نوصل للمركز السابع، فنلتقي برجل برج الحوت المائي. رجل برج الحوت المائي، نعلى كمان مركز عشان نوصل لرجل برج الحوت المائي اللي في المركز السابع، يعني اقل شوية من رجل برج الحوت تمسكا بوعده، ولكن برضو ما دخلناش في ابراج القمة في حلقة النهاردة. هو الراجل بيجي معانا في منطقة وسطى، نقدر ان احنا نقول الموضوع عنده يعني طبيعي يمشي متقبل شوية. اعلى منه اللي في المركز السادس كده نلتقي برجل برج الاسد الناري. رجل برج الاسد الناري يعتبر يعني نقدر نقول كده من الرجال ايضا اللي بتيجي في منطقة وسطى، يمشي على سطر ويسيب سطر، يعمل مرة يوفي بوعده ومرة يعمل نفسه ناسي، مرة يقول لك انا قلت لك يا عم كبر دماغك احنا ولاد النهاردة. الاسد رجل الاسد في الحتة دي مش متمسك قوي
بوعوده مع الشخصية اللي بيكون مرتبط بيها زي الأبراج اللي سبقته. هو يميل بقى للأبراج اللي هي ممكن بتطن شوية. نعلى كمان نوصل للمركز الخامس، نلتقي برجل برج السرطان، متردد حرفيا، تردده يبدو واضحا جدا في كثير من القرارات. والأنثى اللي عاشرت رجل برج سرطان ولكن فترات طويلة هي اللي تقدر ان هي تفيدنا في حاجة زي كده، وهي اللي تقدر اللي تؤكد على كلامنا في حلقة النهاردة. يعني شوية تردده بيبقى واضح، لما هو بيوعدها وعد ما بتبقاش مطمنة انه هينفذه قوي زي ابراج اللي جت قبل كده، ولا سيما الابراج اللي جت تحت 12 11 10 9 كده. واحنا طالعين رجل برج السرطان يخوف شوية في وعوده. اعلى منه دخلنا في الهواء رجل برج الدلو الهوائي اللي في المركز الرابع. برج الدلو يعني بينسى، رجل برج الدلو ينسى. هو مش ممكن متعمد، يعني هو ممكن وهو بيوعدك بحاجة هو مقرر ان هو ينفذها ولكن بينسى، بينشغل، بيكبر دماغه، بيأجل. هو من الأبراج اللي بتحب التأجيل، او اللي ممكن تلاقي في فلسفته حتة التأجيل، يعني مش وقته، بعدين، بكرة، يا ما جاي. عارفين انتوا النغمة دي تلاقيها موجودة او في شخصية رجل برج الدلو. اعلى منه نوصل للمركز الثالث وندخل في قمة القمة وموضوع حلقتنا اكتر واكتر، رجل برج القوس الناري. ما يتمسكش رجل برج القوس، عامل زي الزئبق ده ما يتمسكش، صعب. برضو رجل برج القوس بيطنش وبيكبر دماغه وهو بالموقف. يعني ايه هو بالموقف؟ يعني انا مبسوط وسعيد ممكن ادي وعود كبيرة قوي، انا متضايق ممكن احلف ما انا عامل اي حاجة من اللي انا قلته. حتة الالتزام بوعوده مش عالية قوي يا جماعة. ابراج القمة مش معناها ان هي لا تلتزم، لا تلتزم باي وعد اطلاقا، ولكن احنا بنقارن الابراج ببعضها. اي نعم في وعود اساسية هيلتزموا بيها حتى اللي هيجي معانا في المركز الاول، ولكن مقارنة بغيرهم هم اقل رجال الابراج التزاما بوعودهم مع الحبيبة تحديدا. نعلى اكتر، التردد واضح في شخصية رجل برج الجوزاء الهوائي اللي بيجي في المركز الثاني. مطنشات كبير قوي ويسمعك احلى اسطوانة ممكن تسمعيها في حياتك. بيعرف يغني قوي رجل برج الجوزاء، يتكلم كتير ولا يفعل الا القليل، ودي مشكلة رجل برج الجوزاء. لما نتكلم في نقطة زي دي، كثيرا من الوعود يطنشها ينساها او يبدلها. يبقى وعدك مثلا ان هو هيعمل الحاجة الفلانية ويقول لك لا خلينا نعمل الحاجة الفلانية، ما يتمسكش من لسانه او كلمته قوي رجل برج الجوزاء، وممكن قوي وارد جدا ان هو ينسى. بينما زعيم الابراج في حلقة النهاردة رجل برج الميزان، اكثرهم ترددا. رجل برج الميزان تردد فظيع، كتير من الإناث ممكن تترك رجل برج الميزان ده عشان تشعر منه إن عنده تردد أوفر، إن مش هتوصل معاه لأرض ثابتة، اللي مش عارفة تقف معاه على أرض صلبة، على طول شوية كده وشوية كده. برج الميزان، رجل برج الميزان ممكن نوعد بحاجة النهاردة وبكرة يقولك هو أنا وعدتك بحاجة، هو أنا وعدتك بحاجة. برضه مش بقول إن هو لا يلتزم إطلاقًا بأي وعد، ولكن مقارنة برجال الأبراج احنا قلنا برج الثور أكثر رجل ممكن يلتزم بوعوده، ومع هذا ممكن يوعد في بعض الأحيان ولا يلتزم. مقارنة بكل رجال الأبراج، رجل برج الميزان أقلهم التزاما بوعوده مع الحبيبة، ومع ذلك ممكن يلتزم بكثير من وعوده. هو الموضوع بدرجات، هو الموضوع بنقارن ده بده بده هكذا. يعني اكتبوا لي ارائكم في الحلقه، اللي نسي يدعمها بلايك يا ريت يدعمها بلايك. تابعوني على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، اللي حابب ان هو يتواصل معايا ويبعت لي اي استفسار، الرابط دي في اول تعليق وفي وصف الفيديو. وهتوحشوني.